Qu'est-ce que... شحال وحيد كبار بعدا خاصنا نشوفو بزاف. الله تجيرها الناس من الله. ها؟ هذيك رايكم. راه البوليس كيدور كبار. سالكم والو. دابا شاد في صالح. واحدكم هذا. قال لي زيد يلاه. صالحكم هذا. صالح بوليس. بوليس اخويا. صالح كيدخل لا في صالح ولا في صالح. ولا وعد لي يا ريم تشوفهم نقول القنديله ديال الصباح. هادي عاطي يقول لك يلا قدمي زيد هز حشمي ديك النهار وقفوا لي هنا جوج هما كنصاوبوا لي كريم الدريه فضلي معنا فضلي مالك اخويا زيد الدريه معك البوليس اش طمي نوض ولا غادي اش غنقول عندك ما سمح لي قول شي حاجه باي انا جاي دار على قبل السكان شحال تخشوا جديد ايه انا كازا درب غلب الجوكر ساكن هنايا لا قاجي مع الدراري العطله هادي عشره علينا ولاد جديده جينا حنا اربعه الدراري صحايبي ما بغيناش نشيو عنهم حنا ني اثنين جيهم داروا طيحوا ليله ندوزو على بعضنا عسكري معايا اربعه الدراري تما معاهم هي منزل بغينا نعامر مش نخاف اربعه ما يكروش تما معاهم فرقوا ماشي مشكل ما كانوش تفرقوا مزيان ما تشربوش الدراري لا صافي 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 ندي جوج عاد طارشتي وندي جوج عاد واحد السيد. شنو ولا عام؟ عام عام كاين هاد الدري وكاين هاد الدري. كاين هاد الدري وكاين كاين هاد الدري وكاين اخر. كاين جوج دريات صغار منه؟ لا هادي هي كاين. كنت باغي نعرف حاجة الصغار. الصغار كيكون مجهد. كيكونوا واقعيين. شافوا عمرك كامل. كمان 22. ايوا راه قلت لك ضروري واحد كيبغي صغر مني. هنا كاينين صغار مكاينينش. كاين عند الريو كاين عند الريو شحال الثمن؟ 3 ريال. 3 ريال الدريه. صافي. مش كيبات. مش كيبات؟ مش كيبات. واحد ثمن جينا قصينا هنايا جيت. جيت مقطع؟ لا جيت مسرح الفكرة ديك النافورات مسرح صرت كنا تما جيت لاكوط هنايا و الدراري معايا انا عاد بالنا قل تشاور معاهم وقلت لهم جيت انا عاد مرحبا صافي صاحبي شاري في راسك سلام سلام فاطمة صاحب ياك وقولي لي دابا انا نكتب لها فاطمة قولي لي الا بغيت إلا بغيت كنا حنا ثلاثة وبغينا ثلاثة البنات كاين كاينين شي حاجة شي حاجة بقى حية ياك بحال هادي بحال هادشي كاين بحال هادشي هاي صافي كتورينا فاطمة صافي شي مشكل شي تعاد كيني ضروري كيدير شحال كيبغيو هاد كيني 800 درهم 400 درهم الوحدة 400 ثلاثة الدار 800 درهم الدار 800 وهما 400 اشترك الآن في قناة أشواق تي في
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.